السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تكملة لسلسلة المعجنات المدارس او الحاجات اللي ممكن نعملوها لولادنا عشان نحطوها في لانش بوكس المدرسة، نعمله ترست الافران. هنعملوها بطريقة سهلة قوي وبسيطة واقتصادية، وكمان احسن من الافران كتير. كمية اللي انتوا شايفينها دي انا عاملاها من نص كيلو دقيق. طلعت لي الترس اللي بالحجم الجميل دوت، وكمان حشياها من جوه عجوة، يعني كمان مغذية جدا للولاد لو عملتها لهم مع كوباية شاي بلبن الصبح قبل ما ينزلوا او خدوها في لانش بوكس المدرسة. بصوا، طرية وقطنية واقتصادية، هتشوفوا مش هتكلفنا حاجة خالص في البيت. تعالوا نشوف عملناها ازاي. خليني في البداية افكركم بالاشتراك في قناتي، قناة غدا زين، لو اول مرة تشوفوا فيديو من فيديوهاتي، وعمل لايك للفيديو لو عجبكم. بالله عليكم ما تنسوش اللايك. تمام، معايا هنا بقى ايه ده؟ لبن رايب، لبن حليب عادي راب مني، فهستعمله في عمل المعجنات بتاعتي النهاردة. طب لو ما عنديش، هعجنها بلبن حليب واحط معلقة خل معاه، او استبدل بزبادي. تمام، معايا ربع كوباية من الزيت ومعلقتين كبار من السكر وباكت من الفانيليا ونص كيلو من الدقيق. حطيت هنا بقى ربع كوباية الزيت في بولة، وهاخد من اللبن الرايب ده، واللبن لما بيروب معايا قبل ما استعمله لازم اضربه في الخلاط او اضربه بالهاند بلندر. تمام، يعني انا ضربته هنا بالهاند بلندر وكنت مدفياه قبل ما اضربه بالهاند بلندر. تمام، هحط حوالي كوباية، وهحط معلقتين السكر، وهحط باكت الخميرة، وابدأ اخلط كل ده مع بعضه. تمام، حطيت معلقة كبيرة من الخميرة، يعني انا حطيت معلقة ونص صغيرين، يعني قولي معلقة كبيرة. تمام، وحطيت باكت الفانيليا، وهقلب وهسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. يبقى البولة بتاعتي خلطت فيها كوباية من الحليب الرايب، وربع كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعاها معلقتين سكر وباكت من الفانيليا. تمام، هنزل بقى بنص كيلو دي، طبعا ده انا نخلاه قبل ما ابدأ اشتغل بيه. تمام، ومعايا هنا بقيت الكوباية بتاعت الحليب، بوريها لكم. انا كوباية الحليب الاولانية محطاش كلها، حطيت كوباية الا ربع كده. تمام، وحطيت ربع معلقة صغيرة من الملح. هبدأ كده اقلب كل المقدار بتاعي دوت، عجنه بايديا كده، ولو عندك عجان سهلي على نفسك طبعا واعمليها في العجان. هنزل بقى بالحليب كده حبة حبة، وبنزل، شايفين ده اللي هو القاطع بتاعه الحليب لما قطع معايا. انا طبعا ضربته بالهاند بلندر بعد ما دفيته زي ما قلت لكم، علشان ليه بدفيه برضو؟ علشان الخميرة بتاعتي تشتغل، ما ينفعش احطه ساقع. تمام، كل دي ملحوظات عشان تطلع معاكي نتيجة المعجنات بتاعتك ممتازة. هبدا انزل كده بقى حبه حبه بالحليب لحد ما العجينه بتاعتي توصل لعجينه طريه بتلزق حاجه بسيطه جدا في الايد. هتقولي طب مقدار الحليب قد ايه اللي انت حطيتيه؟ بصوا، هو المعجنات عامه او اي دقيق بيختلف عن دقيق تاني في كميه السوائل. خدت قد ايه معايا؟ بالتقريب خدت حوالي كوبايتين الا ربع من الحليب، بس ده مش حاجة يعني ثابتة، ممكن الدقيق بتاعك ياخد اكتر ممكن ياخد اقل. عشان كده تملي، لو انت هتحطي كوبايتين او كوبايتين لربع، حطي اول كوباية وعجني، والكوباية التانية حطيها حبة حبة. بعد ما عجنت شوية بقى كده، جبت معلقة كبيرة من السمنة، وممكن تستغني عن السمنة وتحطي بدل ربع كوباية الزيت تحطي حوالي تلت كوباية من الزيت بدل معلقة السمنة. تمام، بس معلقة سمنة بتدي طعم للمعجنات حلو. تمام، يبقى انا هنا حطيت ربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة. طب مش ما عندي سمنة او زبدة، او عايزة اكملها بزيت خالص، يبقى احط تلت كوباية من الزيت. تمام، هفضل اعجن فيها 10 دقايق لحد ما توصل ان هي عجينة كده ما تلزقش في ايدي، بس هي طرية، يعني عجينة طرية بس مش هتلزق في ايديا. هنا بقى العجوة بتاعتي ده ربع كيلو من العجوة قطعته كده وحطيته في الطاسة دي او اي حاجة على النار، يعني هتبدأي تفكيها بيها علشان هي كانت ناشفة شوية العجوة دي،
وحطيت لها معلقه كبيره من السمنه ومعلقه كبيره من الميه. ليه حطيت ميه؟ عشان ما ينفعش ارفع العجوه على النار من غير ميه، هتنشف زياده. تمام. طب لو هي طريه خلاص يبقى هقلبها بايديا بمعلقه ايه؟ سمنه بس. وحطيت نص معلقه من القرفه ومعلقتين من السمسم. تمام، معلقتين كبار من السمسم ونص معلقه صغيره من القرفه. القرفه بتدي طعم للعجوه جميل جدا جدا. طب لو انت ما بتحبيش القرفه خلاص استغني عنها، مفيش مشكله. تمام، بس اهم حاجه ان العجوه لو ناشفه معاكي وحابه تطريها تحط لها معلقه سمنه ومعلقه ميه وترفعيها على النار لحد ما تطرى معاكي. طريه حط لها معلقه سمنه بس. هنا العجينه بتاعتي بعد طبعا ما سبتها تختمر، بعد ما عجنتها سبتها في مكان دافي، اختمرت حوالي نص ساعة في الحر ده، في السقعة هتختمر حوالي ساعة. تمام، هبدأ بقى كده اقسمها زي ما انتم شايفين بحجم، يعني بحجم البيضة كده. تمام، البيضة العادية مش البيضة البلدي. تمام كده، بصوا العجينة طرية لينة جدا، لينة زي الملبن بالظبط، بس مش بتلزق في ايديا، خدوا بالكم ما تبقاش عجينة ناشفة يابسة ولا عجينة طرية بتلزق في الايد قوي، لا ممكن ايه تكون فيها سنة تلزيق بسيطة، سنة تلزيق بسيطة. تمام، طلعت معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي، طلعت حوالي 12 كرة. تمام، هاخد بقى العجوة ابدأ ايه اجهزها، هعملها على شكل صوابع كده. تمام، طبعا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، ما تشغلوش بالكم بالمقادير. واللي مش عارف فين صندوق الوصف اللي هو كلمه المزيد اللي جنب الفيديو او السهم الصغير اللي جنب عنوان الفيديو، كلمه المزيد او السهم الصغير اللي جنب عنوان الفيديو، هو ده صندوق الوصف. هتفتحيه هتلاقي المقادير عندك، ممكن تاخديها شوت سكرين. تمام، بس في الفيديو ركزي بس في الطريقة واتبعي الخطوات. هبدأ كده اعملهم اهو، جهزتهم صوابع كده على قد الكور بتاعة العجين اللي عندي، وطبعا لازم تغطي كور العجين كده بكيس بلاستيك علشان ما تنشفش. هبدأ افردها كده بشكل ايه؟ بيضاوي. تمام، او شكل مربع. مش هرش دقيق ولا اي حاجه، هي واخده زيت وسمنه كافيين ان هما ما يخلوهاش تلزق ولا في المفرش ولا في المردنه. هبدا بقى بصوا اهو احشي والف كده اهو. تمام، واجي بقى عند الحتة اللي هي اللي انا قفلت فيها دي، خليها من تحت واجيب الاطراف واقفلها على بعض كويس كده زي ما انتم شايفين اهو، وتبقى ايه شبه الكحكة المخرومة من النص كده. بعد كده هجيب بقى سواء اقفل بس حلو عشان ما تفتحش، اجيب بقى المقص او السكينه. يعني انا هوريكي ازاي تعملي بالمقص وازاي تعملي بالسكينه الفتحات اللي بتبقى في الجناب. بصوا بالمقص كده وبقطع لحد ما بوصل لايه؟ لطرف العجوه، ما اقطعهاش خالص يعني، خلي بالكم ما تقسموهاش كلها. اول ما اوصل لطرف العجوه كده شايفين بشيل المقص وما افتحش من الحته اللي هي عند الحامل القرصه اللي هي مكان ملفيت القرصه وقفلتها. دهنت كده الصاج بتاعي شوية من الزيت، ممكن تحطي على ورق زبدة لو عندك، بس ورق الزبدة برضو هتدهنيه من فوق شوية من الزيت. هعمل واحدة تانية معاكو. شايفين بعملها ازاي؟ بحط كده صباع العجوة وابدأ اقفل عليه كويس، واقفل كده اخر جزء كويس جدا، وبعدين ابرم عشان اتاكد ان هي اتقفلت حلو. واخر جزء ده الفه كده وادخله في بعضه واقفله كويس جدا عشان ما تفتحش. الحاجات دي بتبقى فلانش بوكس المدرسه مع الولاد، جميله جدا بجد، الولاد بيحبوا الحاجات دي يمكن اكتر من السندوتشات كمان. تمام، اقفلها كده كويس. هوريكم بقى لو عايزه تعمليها بالسكينه برضو تسيبي الحته اللي هي عند التقفيله ما تقطعيش من عندها، وتقطعي كده من حواليها. شايفين ازاي؟
ولو عايزاها من نص مفتوحة قوي طولي العجينة معاكي شوية. حطيتها بقى كده وسبتها تختمر حوالي نص ساعة تانية لغاية ما تضاعف حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا بعد ما عملت بقيت ارص وبعدين سبتها نص ساعة اختمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتضاعف حجمها. وكل ما بتسيبيها تختمر كل ما بتبقى هشة اكتر على لو حشيتيها ودخلتيها على طول تسويها. وبعدين هبدأ ألمعها، وأنا بلمعها بالراحة طبعا علشان ما ضيعش الخمر بتاعها. بلمعها بإيه؟ أنا بلمعها بحوالي معلقة من العسل الأسود وخفتها بمعلقة من المية. عندك اختيارات كتير، ممكن تعملي بصفار بيضة وشوية لبن ورشة فانيليا، بس أنا بحب الصفار البيض أو البيض عامة في التلميع، بحس إنه بيعمل ريحة زفارة. او ممكن تلمعي بحليب بس، او ممكن تلمعي بعسل نحل او بعسل شربات حلويات، او ممكن زي ما انا بعمل بالعسل الاسود، ودي افضل طريقه واللي بحبها، بتدي لون حلو قوي للمعجنات. غير كده لو هنرش عليها سمسم ولا حاجه، السمسم ده بيلزق ما بيقعش من عليها بعد ما بتستوي، لان العسل بيخليها تلزق ايه، تلزق السمسم فيها وبيديها لمعه وبيحمر وشها زي ما شفتوها في اول الفيديو. تمام، حابه تحطي سمسم حطي، مش حابه انت ورغبتك. هدخلها على الرف الاوسط في الفرن على درجه 220 وهنتابعها لغايه ما هتحمر بالشكل اللي انت شايفينه ده وهتستوي كويس، يعني مش بتاخد اقل من 20 دقيقه. بس برضو انت حسب فرنك برضو لازم تتابعيها، بتبداي تطلعيها كده زي ما انا طلعتها لما تبرد خالص، او ما تطلعيها من الفرن غطي وشها بفوطه وسيبيها لما تبرد خالص وتبداي تطلعيها كده باي حاجه عندك. بصوا بقى تحفه ازاي، جميله جدا 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 جدا، وكانت طريه بصوا قطنيه وجميله جدا. تقدري تحتفظي بيها لو عملتي كميه كبيره، انا عامله نص كيلو، لو عملتي كيلو احتفظي بيها، اول ما تبرد على طول يبقى فيها سن الدفيان كده، حطيها في اكياس بلاستيك وشيليها في الفريزر وطلعيها للولاد الصبح وحطيها في لانش بوكس مدرسة، تبقى جميلة جدا، طرية وقطنية ومغذية جدا 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 للولاد. وزي ما قلتلك لو ما عندكيش لبن رايب تعملي بلبن حليب مع معلقة من الخل، او تحطي حليب ومعاه زبادي. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، شكرا لكم ولمتابعتكم معايا، وانتظروني في فيديو جديد.